صدقني وقفتك هذه ما راح انساها. وش داعي يا عمي؟ هذا واجبي. تقدر تشوفها الحين تطمن عليها. بعد اذنك. أنا السبب. إيه أنا السبب. ما كان لازم أجيب لك الدواء. بس صدقيني ما كنت عارف. كنت أحاول أساعدك بيك ترتاحي تنامي. ما كنت متخيل أشوفك هنا بهالمكان هذا. بهالطريقة هذه. سامحيني سامحيني يا بنتي. يا رب تقومها بالسلام. أوعدك أوعدك بس تقومي بالسلام. طالب عند إخوانك ليان وسامي نرجع نجتمع زي أول وأحسن. بس انت قومي بالسلام. ما أنا قدران تسمع صوتي؟ أنا ما عندي مشكلة بصوتك. أنا عندي مشكلة في الكلام اللي تقولينه من غير تفكير. لا أتضمن. هاي المرة أنا فكرت. فكرت كثير منيح كمان. ولو إني أشك. قولي إيش عندك؟ أنا قلت لك من قبل إني حاسة إن قصتي معك عم تخلص أو إنها قربت تخلص. طيب. بما إنه عم تخلص من دون إرادتي فأقلها تخلص بشروطي أنا. حلو. اللي هي طلقني.